اخيرا بقى، رايك ايه في الدكتوراه الفخريه اللي بتمنح لبعض الفنانين؟ انت تشوفيها ازاي؟ انا عايزه اقول لك على حاجه، انا خدت اكتر من دكتوراه فخريه، بس انا خدت الدكتوراه فخريه بناء على تاريخي اللي انا عملته في السياسه. يعني انا تعبت جدا في المجال السياسي، قعدت 10 سنين تفرغ كامل، بدليل ان انا ما عملتش ولا حاجه في الدراما، ولا ما عملتش اي حاجه فنيه يعني. فلما يدوني الدكتوراه فخريه انا اقول دي مسؤوليه، وفعلا انا خدتها عشان مجهودي، عشان تعبي، عشان 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 لكن كل شويه بقى لما يقولوا لي كذا دكتوراه فخريه، لا يعني مش بحب ده، مش هفضل ده. واللي يستحق ياخد، يعني العظيم الفنان الكبير الفنان محمد عبد الوهاب مايسترو خد دكتوراه فخريه، الفنان محمد رمضان برضو خد دكتوراه فخريه، الفنانه النجمه انت تمام اخذت دكتوراه فخريه. ما تحطي ده قدام ده ازاي؟ انت بصي بقى، عشان انت بتجر رجل لحاجات كده غريبه. اخر سؤال هختم بيه وخلاص، فما تحط محمد عبد الوهاب وفاتن حمامه، محمد رمضان خد دكتوراه فخريه، فايه؟ بس نو كومنت، نو كومنت، بس نو كومنت، الناس عارفه كل حاجه، نو كومنت.